شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مفاجئة في قضية نادي النصر ضد الهلال والنجم الدولي محمد كنو، والتي هزت الشارع الرياضي السعودي خلال الأشهر الماضية. والنصر حصل على توقيع كنو في شهر يناير الماضي، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الهلال، قبل أن يفاجئ مجلس إدارة الزعيم الملايين بإعلان التجديد للاعب لمدة 3 سنوات. وصعد العالمي القضية لتقرر غرفة فض المنازعات حرمان نادي الهلال من التعاقدات وإيقاف النجم الدولي 4 أشهر، الأمر الذي دفع الزعيم للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي. وفي انتظار قرار التحكيم، ظهرت أنباء قوية عن فوز الهلال في القضية، بسبب أن توقيع النصر مع كنو باطل من الأساس، لأن العالمي كان ممنوعا من التسجيل وقتها لعدم استخراج شهادة الكفاءة المالية. ومن ناحية جواب القانوني الرياضي أحمد الأمير عن أخطر سؤال في عام 2022، وهو كيف النصر لم يستوفي شروط التسجيل ورفع عقد محمد كنو للجنة الاحتراف. وجاء رد الأمير عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر في نقطتين حاسمتين: أولا، رفع العقد للجنة الاحتراف للمصادقة عليه وليس للتسجيل. ثانيا، رفع العقد للجنة الاحتراف يعتبر إعلان رسمي للتوقيع مع اللاعب، وهو بند من بنود صيغة العقود المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم. وبالتالي يتأكد صحة حصول مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر على توقيع محمد كنو في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الهلال. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد. We'll be right back.